المشاهير. كونوا معنا كل أسبوع يوم الجمعة بين الساعة 9 والـ10 مع برنامج مع المشاهير. إعداد وتقديم علاء الجوهري عبر كلام صوت الحلم وراديو المشاهير اللبناني مع المشاهير. من غير ما اشوفك وتشوفني ولا
مستمعينا الكرام عبر راديو تلفزيون المشاهير اللبناني، يعني مهما طالت ليالي الغربة نجمتنا بقلبنا على طول. منورتينا الفنانة الرائعة حسنة بطر على راديو تلفزيون المشاهير اللبناني. أول شيء بونسوار علاء وبونسوار كل المستمعين ومشاهدين راديو تلفزيون المشاهير. أول شيء اسم الله عليك، أنت أشهر من نار على علم، وأنا بعرفك من زمان بكل شيء هيئتك بتأديه بإتقان، اللي كان الغنى واللي كان الصحافة واللي كان كل شيء. فأنا من خلال راديو تلفزيون المشاهير اللي حقول الليل الأعلن في أغنية تسجلت جديد بدوي، وهيدي إطلال جديدة إذا الله راد. من بعد 3 سنين بكردستان ما غنينا الكردي والعراقي ونجحنا، وسفيرة التواصل الفن العراقي اللبناني. فبكرة عنا التصوير ببعلبك إذا الله راد، وقريبا لح تشوفوه على كل تلفزيونات الفضائيات. إخراج مين؟ إخراج رامي حداد. لا هو عنده بروجرام ودايما لفنانين بالال بي سي. أول مرة بسمع. لا هو مزبوط، هلا بيبقى في عالم يمكن من خلال تلفزيونات معروفة بتنشهر أكثر، يعني من خلالكم بوجه لصديقي فادي حداد بوجه له تحية. بس نحن أنا هالدور كان لأنه في ديل كمان أنا ورامي حداد ومشان وعلى الال بي سي بالأول حتنزل حصري وبعدين هتكون على غير تلفزيونات إذا الله راد. خبرينا شوي عن هراتش، بما أنه موجودين اليوم بعيد ميلاد الفنان هراتش، طفتك صداقة بهراتش وكمان وصاني يعني حسنة صحيح. دكتور هراتش، أنا من وقت ليالي الغربة تربطنا علاقة صداقة كتير، غير أنه تجميل وما تجميل وأنه دكتور وأنا فنانة. كان له لمسة ما في شك ما في شك، وعطول كمان يعني بتابعني هو حتى لما بكون بعيد وبكون مسافرة، وبيهتم كمان بيبقى عنده تعليقات على طلطي على أطلالتي وهيك، لأنه هو بحبني بدون مشان يعني بزنس أو شغل، يعني في صداقة تربطنا أخوية أنا وياه. فأنا بتمنى له 100 سنة يا رب، وبتمنى له العالمية، وهو منه بعيد عنا فعطول بيفاجئنا. يعني أنا شاتي في مجروحة، بس بقول انه عطول بيفاجئنا باشياء جديدة ومبدع وفنان، واهم شيء انه وفي وصادق. شو بتتوقع رح تشوف الليل؟ شو بتوقع؟ لا نحن كان في من سنتين عيد وعملنا اغنية ديو انا وياه في يوم وليلة، ولحي موجودة اكيد على اكسكلوسيف. ونحكى عنها كتير. فبس انا العيدين اللي مرقوا اول حدا يكون عزمني وانا بعرف يعني، فبس انا كون بكردستان ومرة كنت بدبي وللأسف ما قدرت تكون موجودة. فهلا اجلت تصوير الكليب كان على اساس اليوم كرمال عيده، وبكرة طلعين الصور نصور. بالتوفيق لك حسنة مطر، نورتينا عبر راديو تلفزيون المشاهد اللبناني.
وانا استاذ علاء بقول لك انه الله يوفقك وانت بتستاهل وانسان كثير مجتهد والمجتهد بيوصل على طول وبتتقن شغلك. وبحيي كل جمهور راديو تلفزيون المشاهير وكل الاكيب الموجود معك. شكرا لك حسنة مطر، نورتينا. ميرسي، منورة بوجودكم. ميرسي ميرسي، شكرا. لبنان.